الآن هناك إعادة هيكل القوات العسكرية ودخول لقوات الحشد الشعبي للمساهمة في تحرير الأنبار، ولكن وبكل صراحة أقول أن هذا الأمر جاء متأخراً، كان يفترض أن يسلح أبناء العشائر، وكان يفترض أن تدار القضية العسكرية بطريقة غير الطريقة التي أديرت بها. اليوم الأنبار سقطت، وسقوط الأنبار له رمزية خاصة لأنها تمثل ثلث مساحة العراق، ولأنها المحافظة التي طردت القاعدة قبل سنين من العراق كله وليس من الأنبار، وبالتالي سقوطها يعني كارثة كبيرة على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقة. لذلك ترك داعش تتمدد في الأنبار أمر غير مقبول، وإمكانيات العراق لوحده اليوم في مواجهة داعش محدودة. يجب أن يكون هناك استراتيجية جديدة للدول العربية والتحالف الدولي في الوقوف مع العراق لإنهاء قضية داعش في العراق.